المهم جاء الرجل وافطر معنا فطر عجل وافطرنا ولا والله احنا البلع قد صرحت. المهم هم متردون عندنا وجهنا اياه وجهنا وجهنا. المهم ها ولا احنا وحتم البلع وحتم البلع اتماخذ. طيب اتماخذ ها مصبح مصبح مصبح. هذه بنفس السالفه طيب ولا واحده؟ اي هي نعم نفس السالفه. اتعب بعد ركبت معنا في السالفه. كمل احنا معك. هلا دي واحده من البلع اتماخذ. قاعد هي مصبحه مشي مصبحه مشي. شد يلا تعال تعقره. لا والله انا ورع عسى ما شاء ربي ما فيك شيء انت. احنا عندنا نقرا عليك. لا لا ربوعنا اليوم هم طيبين. انا بفهم هذا الحين. الربح اللي احنا لما انتهت نشرة الاخبار تزوى ما ادري وين راح. انقضوا ينفجرون. نشرة الاخبار ذي مهمة يعني؟ المهم خلني اعلم. كمل سالفتك للحين انت للحين قطعت السالفة رحت تهرج جوك. المهم انت المهم انت احنا معك. ها. ان شاء الله الناقة تلد. اي انت جت انت جت. عصب عصب انت جت. هل بنروحات وهي انت جت من دو من البرتسلا ندور 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 البل وين ناقت وين ناقت وين هي. لا والله ما احد جابها. لا والله عندك المقروط اللي حظه على الله يوم جاك وتربع في وسط الحوار وهو طرح. وش هو؟ بالموتر بالموتر ايش ما شاف مسحها من الوجود. حو ولا هنا بكرت انا على بعين هايل حلوه وجانا. لكن لكن قاضها قاضها يا عم درى ابوه. لا ناقه ناقه لابوه ولا هو هو مكلفه ابوه مع السلام عليكم وجهه ولا هو بدعس البكره وابوه موصي على الناقه. البكره غاليه عاد حلف ان يشوفه ان يجعل فيه وقعه نحط اثنين واثنين هربة. على اثنين واثنين هربة. عقبه جاء الرجال من الديرة. ما لقيت تجي لها؟ عقبه احنا وصلنا بسلام. الحمد لله. عقبه قد هي محظورة. ابو ناحية ايش حصل على السيارة؟ سلط السيارة تمن. اسمع سلط ترى جميع ما قلته وجميع ما سولفت به لا صحة له. طلع منام. وسلط عيني ترى طلع منام يا الربع منام. ايه بالاخير قمت من النوم. ترى منام. هم ابدع السلحاشي واستوى. قمت. قمت. ما عاد ادري وش اللي فيه. انت تحمست مع السالفه تحمسي والله لو مع ال 200 خابط ماني معكم انا رجيت ترى قال 200 خابط تدري ايش حشرت تدري ايش حشرت فيه حشرته بالالوان قلت الوان ايش قال قبل سنه طينا بنرجع على سالم قال حتى حتى ايش انا ادري انها ايش ترى طقت مع الويل خل حد روح لكم سالفه ها صارت الواد الله يحفظه الله يحفظه بس سبب معليش عمود اخي بس ترى سالفتنا لا صحة لها خلاص هذه صحيح اذا بتشبه ترى بتكون نفس لا لا ابي سالفه صحيحه هذه يعني ايام قبل ايام الطيبين على ما قالوا كان عمره 15 سنه يكد على تريلا انت اي لا ابوي انا عمري دخل في عالمي بعلم يكد على تريلا يروح مساجر ويروح يم مكه شي شي يوديهم عدات الحاره خلهم هاتي الحارة هاتيها. اسمع يا رجل اسمع هو عمره 15 سنة هو أكبر عيال جدي الله يرحمه. الله يرحمه. أكبر عيال جدي. طول في عمر أبوك. ويشتغل يعني ما يعتمد على نفسه. وراح يم جدة. يوم راح يم جدة وخذ المعدات وراح يم مكة. مكة خبرينها فيها طلعات وجيات. نعم مرتفعات ومنحدرات. يعني يحاول يعتمد على نفسه. يحاول يعتمد على نفسه. ثبت وقف التريلا كم سالفتك يا ابوي؟ لا لا خلاص فوقف التريلا ما طريق غير المشي لا 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 ايش اسمها ايش اسمها هذه اللي الهدى الهدى الصوت الربع فوقفها اسمع اسمع من عند مع الجمهور لا لا وقفها مكة مكة ما في مكة لازم يبي مكة ما ادري وقفها فوق على
طلعت انت لا انفوض التريلر ما تروح على طلعه صادق هي ترى خطر تحت بلك بلك مسمى وشو حصى يعني حاجز عشان ما تدحدث إيه؟ وضح ابو ناحي بعض المصطلحات ما كثر الحصى والله ترى السالفه صدق طلعت على جراي ترى ما كثر الحصى فش سوى بلوك نزل يضبط قهوته ويتقهوى عشان يكمل طريقه اسمع يا رب لا حد يقاطعك فوق عشان يكمل قهوته ويكمل طريقه فللاسف التريلر نزلت بالمعدات وصفقت 42 سيارة وطلعت في الجراية 42 سيارة كسرتها تكسير راحت تالف كلها راحت تالف للأسف يا أخ عبد الله على بوك صدق صدق اي والله صدق صدق هذه لازم يقول يا الجبيلة لا صلى على محمد صلى على محمد تريد ترى هم طريق يوسف ترجع اسمي تبرق راك الديره اسكت يا رجال لا 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 يقول عزي على سالفتك تدري مني بصراحه اقول عزي وليك ارحب ارحب يا متعب وش يا الربع الربع اللهم صل على وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يسبق وسالفه ثانيه ما يمثل قاطع المولى ذريه ناصحيحه اللهم صل على رجال حلف حلفك بعد ناصحيحه والله انا ما اقول لك سالفتك العدد فيه اشكاليه العدد والله اني صادق يا شيخ يا طال عمر جيت قبل يمكن سنه تاخر الشيخ طفى يا عيال شيخ برد علمك يا ولد شيخ الله يري الشيخ شيل الاطفال الخصم كان قاطع اي تكفى تكفى فيهم لا حد يزعل علي يا طال عمر المهم قبل يمكن سنه ونص رحت الجدة قابلت واحد من الشباب طبعا جيت يا هي والله خلوا خيلوا الحياة والله يا ديكم شيخ اخصم مشكلة هو معنا شيخ ما بدأ سبع العشرة وكانت سبع جايزة لك يوم بدأ سبع يا ما جاي ترك السوا قام انت ناقص عقله يا ربع اسلم اسلم قال قال يوم اقول حاجه انت قصدك اسلم والله لا تحل الواسط ما يبرر لا تحل انا راح طيرت ال ايش رايك ما انا ما اشكرك لا لا يا طول العمر رحت جدا طايح علمني ابغى ايش بعد نعم ني مطاع اللي ما يعتمر يا شباب يعتمر الطاير يا ربع والله رفداكم ما حد يشد خلوا بعد الخير تمام يا روح رحت اسمع تمام يا طال العمر يوم قدري في جدة واستفسر قلت يا ولد انا بنحرم منه ولا بنحرم منه قال لا لازمك ترجع ل شو اسمه لازمك ترجع للسيل ولا ترجع للميقات يا لملب ميقات ترجع لي لملب ايوه لازمك ترجع هناك تحرم وتمشي المهم قال خوي ذان بنمشي معاه بنطلع من جده وبنطلع على طريق غير المسلمين اللي يروحون لقات يا لملب المهم ونجي على جوجل على جوجل على جوجل لين خذينا طريق غير المسلمين ذكرني اياه يوم ذاك في سالفته المهم يوم خذينا مع طريق غير المسلمين لا بدا الابراج تنقطع وتعرف جوجل لا انقطعت الابراج ما عاد يبدا الا رسمات قليله جيت مع الجموع المهم طالعين من جدة رايحين على طريق المسلمين نبغى يا لملب نبغى ارجع لي يا لملب عشان نحلم منها السيل الكبير ما الله ما ادري السيل من لا اي هي اين المسلمين السيل يوم قد حمعك السيل يرسع السيل الكبير مسلم يا ثغرة انت وياه يا ثغرة خلاص المهم جاء مفرق يمين يروح للميقات جاء مفرق يسار سيده لخبطنا بينها لان جوجل موقف والله العظيم ما يستعمل المرجع وجهك يا ابو ملاحي يا ريبوي والله ما عاد اتكلم ها عقال اي والله
والله انا عفويه بقص عفويه والله زين والله اني ما اعرف اقاطع الرجل انا امشي معك السالفه المهم وناخذ يسار طبعا هذا عفويه طبعا الوضع ما فيه تهويل بقول لكم هذه حصلت حاجه حقيقيه مع جميع الناس اللي عرفتهم السالفه ذي والله ولا واحد صدقني ان شاء الله نكون ضمن اللي ما توصل ان شاء الله نصدق لا والله هلا بنصدق المهم يوم يطلع العمر ناخذ يسار ويوم هرق ليس بدات الجبال بدات الجبال كل ما تقدمنا وكل ما ارتعت الجبال اي كل ما تقدمنا ارتعت الجبال منطقه جبليه الحين بالقريه قريه بيوت شعبيه يمكن 12 بيت 11 بيت محفوفه تحدها جبال نص كيلو في نص كيلو المهم قلنا اقول من تأمن على ما قال من سأل متى المهم ونمشي على حزة عصر أذان العصر المهم مشينا قلنا يا ولد نبغى ننشد وقف جوجل العد نبغى الميقات المهم قلنا نبغى ننشد قلت ها وقف عند المسجد ذا لا عنده سيارات لكن يا ريدي له دنه وصغيره صغيره قديمه تقول حقت عمه المهم نوقف عندهم وانزل للمسجد وسط الحوش المهم ادخل يطول العمر للريديق قدهم ظهري الريديق قدهم مخلصين من ايش؟ صلاه العصر المهم الريديق اغترهم برتقاليه تلك برتقاليه حقت الاولين طيب حقت الاولين والله حقت هالفلوس حقت الاولين حقت الاولين المهم لهم سبعه او سته كلهم بنفس الطريقه اغترن برتقاليه مرزا لا مع المرزا ما اعطوه نزام الغتر مضروبه معهم دواس الغماره اقطب الاول اقدم على الاول وانت يا طويل العمر مساك الله بالخير طال عمرك لم حط لي خلنا نكمل السالفه والله صدق انا صدق مصدقك والله اوله دناي يا شباب لا صدق ابي العزيز عنده الرجال عنده سالفه يا رجال ابو قوموا من جلستنا اي فرشه شوف عندي احد لحد يجينا يا شباب لا والله صدق ابي سالفه بتعب المهم سلمت عليه اسال الاول سلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا من فريق دعمي ضيافه لكم وللشيخه وقالوا لازم اخوياك كلهم ياكلوا وفيه صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله صلوا على النبي وفي كلمه عند علي صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله باسمي وباسم ابو محمد وابو من ابو مناحي صل على النبي قولوا لا اله يا الرابع وفي نفتح خشمك اللي بخاطري لا قلت كان مالكش ما تعال ابو مناحي ابا بعد اذنكم انا افدرج ليكم تعال باسمي وباسم ابو مناحي وابو محمد جعل عمره طويل شغال روح تفضل بيض الله وجهه اهلي واهل ابو مناحي واهل ابو محمد ابو محمد جابوا لنا هدايا وجابوا لنا عاد لا صلوا على لا اهلي الرجال ذا هو ابو مناحي جايبين لهم اهلهم الدونات ثانيه وموجوده هناك وهذه من فريق دعمي واشكروا فريق الدعم واشكروا الله يكثر خيره الله يكثر خيره اهلي غير اهلي ما خبره ما يعطوه الله يطول لي عمرك اقول الله يكثر خير اهلي غير اهلي ما تعم ما يهمك ما تعدل الكلام علي عقب القناه اسمع وباقي لك دونات جوا بيودنا المكس الثاني من اهلك ومن اهل الله يكثر خيرهم الله يخلص عليهم عد سلسل بجيكم انا باصل والله انا على لا لكن مطلوب قريب ريان مدوه وين لا تقاطع اقول توقع اخوان والله يعطيك كيفك سكسمان يعني حاتم اكسرا مخ يعني حاتم قوي تمثيل اي بس انا اقول لك يا ابو لا لازم تطلع مواهبك لهم مالك ابشرك ولد
لا لا والله فحم هون كهو هو اللي يبخص ظروفي ويعرف معظم اسراري من الرفقه ومن زود الغلا والطيب والعرفان يماريبي ويخربي وفاخر فيه وماري واذا اخطا واحد منا عجزنا نعرف الغلطان هو يقول اقبل اعذاري وانا اقول اقبل اعذاري سعد وفاك انا اشهد ان عيني في راس وجهك ابيض اجل من جابك الجنه طول يا الربع قولوا لا اله الا الله صلوا على النبي اللي بيني انا وريان اكبر من المقاطع واكبر من كل شيء انا ريان واحد فقره بدون تحيز يبوني يسوون بعض الحركات بيني انا وريان والشيء اللي بيني انا وريان اكبر من شيء ذا كله انا وريان واحد ناصر انا وريان واحد انا وريان ناصر بن سعد شرا بس سعد طال عمرك لا انت فنجان بيض الله وجهك يا ناصر طول عمرك احنا غسكات والله ماني بالله صوت امشي الحمد لله حطنا تلفزيون هنا الا نبغى نرجع ولا خلاص انا بجلس اسلم الحمد لله كان هو يجي خط عبد الحزيز عبد العزيز قال وهو يجي خط يا يمين يا يسار قال راح سيدع ادرك المهم يطلع عمركم على طرف سالفه كمل كمل سالفتك على طرف سالم على طرف سالم قهوة ما با يا ابو فداك ما تبي قهوة عقيلون فداك بس 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 ما بيها والله كبودك كبودك العشر يا رجال قومك هم طاحت مشليتها تعنى تعنى قومك هم طاحت يلا هبرك حمد مناحي حمد مناحي بيجي حمد مناحي بيجي لبنا مقص يا ولد كمل سالفتك المهم يا طول العمر انت سالت الاول سالت الاول صدق من سالفته اسلم كلمه اثبت لي ان الرابع الخبر ما ينسى سالفته اسلم ما عاد ما عاد ولد اثبت وجود انك ماك بخبل والله مكمل مكمل اثبت وجودي اللي بقاطعني اللي بتفهم معك لا علم بدون تحيز عليهم طلع يا رجال يا رجال الله هذا بعض الحب هذا الحب اسمه سماجه خلنا نطلع بكره طلعت شعاري كله عيال اكثر واحد بيطلع اسرع من كثر ما حبه راسه سالم تقاوم بالحين وش وش دقائق بس خلي السالفه تخلص اسلم يا ابو اسلم جعل حق سالم اسلم المهم يا طول العمر بسال الرجال لو اسلم خلاص استرسل استرسل مساك الله بالخير طال عمرك طال عمرك والله يا الربع يمكن ما كنا ما بحد انت اول بسم الله الرحمن سبعه تقول انت اصبر ترى قلنا الرجال الاول يا رجال انت والله الذي لا اله الا هو يعم التمدد حق ابو مناحي ما نساله المهم اسال الرجال الاول اسال الرجال الاول يا والله استاذ كلمه يبارك العافيه كمل يا اخوي خلاص والله ما عاد اتكلم بالله خلاص اني خلاص المهم اسال الرجال الاول السلام عليكم مساك الله بالخير محرض علي كذا ما والله ولا كان احد يكلمه والله ما كان احد انتوه اقسم بالله يرجع المهم ده بثلاث يسولفون بينهم قلت الرياجيل بيستنكروني اكيد اسلم 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 قلت الرياجيل اكيد انهم بيستنكروني يعني بينتبهوا لي لا والله كان ما توهم حد لكن استشكيت الوضع الرياجيل ما شوفوا وجيههم الرياجيل يمشون كذا والغتره البرتقاليه والثياب شهنه كل شيء شير استنكرت الوضع فسابق الرجال الاول اللي سلمت عليه وسلم علي سابقه ابغى سابقه علقه تمام وامشي واطلع يوم طلعت ما طلعوا مسجد في حوش طلعت من الحوش ركبت السياره قوي وتودع نفس خشمك انت تمشي ودنا مندي ودنا مندي الريد ينتظرهم يطلعون ما طلعوا المهم ونجي تعرفون اول يجي دكات اي قدامي يجي دكات المهم لا لا الرجال ذاك اللي هو أول واحد إيه الرجال لا بان مصري ولا بان سعودي ولا بان يا طويل العمر مساك الله بالخير حالك عسى الطيب نبغى يا طويل العمر البقالة
نبغى لنا بقاله وصل الى المزيد بعده بنتي نبغى لنا بقاله تبون تعبون تعبون بنزين من البقاله قال ايه نبغى بقاله نبغى نعبي ايش تعبي بنزين من البقاله يا محطه قصدي محطه طيب المهم قال والله ما عاد تقول شيء والله والله خلاص تعال راح راح ما قلت شيء ريجي اليوم اللي والله لك ردها أقول علي الأحمري ومحمد بن مناحي بيوصلون كلمة لأهليهم عشان اللي جابوا لهم الهدايا بيتكلمون هنا بس ما أدري طالع ولا ما طالع في الكاميرا ما أدري الزبدة تكلم على إنك طالع بالعيال وتتكلم أول شيء أمسي على أهلي بالخير والله يكثر خيرهم وخير من يسمع وبيض الله وجيههم أكثر خيرهم مليون و شغال عندي بس ما ادري ايش المهم بيض الله وجههم وكثر خيرهم والله يسعدهم دنيا واخره ويسعدكم جميع والله لا يحرمني منهم ولا يحرمني وجهكم الزينه اجعلني والله فدوتكم جميع واياكم يا رب سهل الطيب والله انك استح سهل كل خير اجعلني بالخير انت تسعد جميع خاطر خاطر الله يكرمك يا حبايبي لاني فدوة ذل وجهي والله 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 اني ما اعتبركم من الاخوان يسعد الله انت السعد انت السعد انت ها ما بعد تكلم ما بعد تكلم لا بعد تكلم اتكلم لا بس بس من الحين على قبل اتكلم تعال الله يوفقك وياك ان شاء الله ان شاء الله يشوفكم برامج تعال مساعد يشوفكم برامج قادمه ان شاء الله يعني برا لا شاء ابراهيم خشمك ابقى ايوه خشمك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الصوت واضح اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه وتم التسليم اما بعد فاشكر اهلي واشكر من ساهم وجاب ذا الكيك واتمنى انهم يجدون يجدون لاني انا احتاج زين وانا احتاج وانتم تستاهلون فهمتوا فانا ما لي شيء الا بالله ذنبهم حلو فاتمنى منهم ارسل لهم ارسل لهم باقه الشكر هذه من قلبك اي باقه باقه الشكر وباقه حب واخلاص هو كذا ها وانتم ها تستاهلون شكرا لكم شكرا الان الجميع خلص انا خلصت الان الجميع عند كل المجلس يلا. كلكم في موضوع في موضوع يبغونكم فيه الشباب هنا يلا وفيه فقره لاخونا عجيان عجيان من سكريبت واحد لا لا فمجلس 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 الحين ايه اسمع اسمع وإله المبدع بذاته وبحضوره وبصفاته وجهه يطور حياته دايما سكريبت الأفضل دايما سكريبت الأفضل دايما سكريبت الأفضل يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب يطمح لأعلى المراتب دايما سكريبت الأفضل دايما سكريبت الأفضل دايما سكريبت الأفضل يا أحسن من 90 ليلة دائما سكريبت الأفضل دائما سكريبت الأفضل